السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين. ومرة ثانية أعود وياكم إلى لعبة المستر فايفل، واليوم في اقتحام إجباري على منطقة العصابات هذه. هذا واحد راح أحاول، ولو أني عارف الرشاش خرطي ما راح يسوي شيء. أيوة خله يرش، خلك ترش، لا يجيني بس من هنا. اوه ماي جاد، هذا واحد هناك وهذاك الثاني. ايوه ما ادري والله شكله طاح. والله هذا مزبن كويس لهم. هذاك واحد، افا ما ضبطت الامور. اشوف واحد يتحرك منهم. ايوه هذول هم هناك. هذا واحد صيده، والله يجيب المقنم. يلا ايوه خلاص هذا انتهى. هذاك واحد بعد باقي. والله انا احس ان المسدس يمكن احسن. هذا واحد جاني قريب تقريبا. المقنم احسن المسدس. ايوه وينك انت اللي ترمي؟ ايوه خلاص انتهى. باقي واحد هنا، خلنا نشوفه يطلع. واحد قاعد بعيد. ايوه خلاص انتهى، شكله انتهى. باقي واحد هناك بعيد. خلص للأسف. طلع المقنم، شكله ما هو حاس فيني. ها والله ما باقي إلا هو، أهم شيء لا يشوفني. لا اصير لمكشوف. اي ما ابغى انكشف له. حبي بسرعه سوي لود. افا وين راح؟ ما ادري وين راح. ما باقي الا هو. هذا واحد. ايوه خلاص والله ما ادري شكلهم انتهوا. كان في احد؟
اليوم يعني عمل بطولي، انا خبره في واحد هنا توقع خلاص راح، توقع انتهوا. هات هات يا حبيبي، هات هات هذا لبسك، ها يا العلة، ملح ماني عارف ايش، صابون ماني، لا 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 لا، نرجع مرة ثانية. اوكي نشوف بيده ايش، ايوه عطني فلتر انا محتاجه. هل باقي شيء؟ لا الملح ذا ما راح اخذه، ملح او صابون. في واحد هنا والله عاد قد تدور عليهم اليوم، شوي عمل بطولي مع الخواريف هذولا الخرفان اللي ما فيهم خير. والله عساني ادور، عساني احصلهم، لازم لازم اجيب سيارتي. شنطه يا رب، شنطه، لا اتمنى احصل شنطه لا يكون في احد. في شيء هنا، اوه انجكشن، ابره، ما في شيء هنا، بنسل، جينز، والله في اغراض. نبغى اللوت العدل، ما انا ابغى حي الله، ودي اجيب سيارتي قبل. اوه شنطه، شنطه 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 شنطه، بعدين المشكلة ماني عارف وينهم فيه هذول. هذا واحد عندك، ايه اشوف بيده ما في شيء، ملح او كذا، هذا ايش، شوغر، والله من قلة الاكل. شوف كم وحدة، معقولة؟ خلاص اصلا انا مليان. تفاح وماء، طيب ايش رايكم؟ خلوني اسيف واروح اجيب سيارتي. نعم الكلام كذا ما يصلح، لازم الوت مظبوط. شوف 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 كيف كيف مسوين الطريق، مصعبينه. اوكي الحين هنا خلاص، وين الشنطة؟ وهذه الشنطة، شيل شيل يا ابوي شيل. الله الشنطة وش فيها؟ دقيقة، هذه ايش؟ ايش فيها الشنطة؟ ماني قادر اشيلها، الشنطة ماني قادر اشيلها، خلها تولي، خلني الوت واشوف اذا في لوت يستاهل ويستحق ولا لا. هنا ما في شيء، اوكي لازم انا هذا ايفنت، خلي يولي الايفنت اللي هي السياره تصدم وكذا ومن هالكلام هذا، ما علينا منها. خلني افضي شوي الانفنتوري اللي عندي كلها، هذه الانجكشن ماني عارف ايش، ماني عارف ليش، يبدو اليوم نشيل انفنتوري كثير اتوقع، يعني انا ماني متأكد. خلني افتش مكانهم، نجيب المجنم، لا يطلع لنا احد، كله اوراق اوراق، ماني عارف الاوراق لايش. هذه هذا كرسي موف، لا ما نبغى كراسي. ايوه هذا ايش، شاتجن امو، طلقات الشاتجن، اوراق، بنسل، اوكي البنسل جبه نحتاجه. هذا ايش، شاتجن، اوكي ان شاء الله يا رب احصل اسلحه. هنا 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 طلقه ناريه، اوكي خلني
اتركد وانا اشتغل معاهم. اوه في شيء فوق، هل يوجد شيء فوق؟ ما يوجد. ايش هذه الانجكشن هذه؟ ايش سالفة الانجكشن؟ ابرة. هنا ماكو شيء. اوه وين بروح؟ هذا ايش، صندوق انجكشن كذلك، ما اقدر اخذها. ابرة. يصير ما اشوف في شيء. مثل سكراب. راح احاول يعني قدر المستطاع اخذ منهم لوت قبل ما يرجعون، او يمكن يرسمنون مرة ثانية، فهذه فرصتي. هذا ايش، حبل. وينك يا المتل سكراب، ادور عليك. طيب وبعد، وبعد طابوق سمنت، ما نبي طابوق ولا نبي سمنت، والله نبي العافية ونبي الشيء الزين، يعني الشيء اللي يصلح. السيارة هذه ما نقدر ناخذ منها شيء. أوراق كثيرة، مخططات. حبيبي جيب 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 جيب. الله 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 الله. جيب، أدور عليها والله أدور عليها. هلا هلا هلا، تعالي تعالي. حرف الاف. اوكي زاد عندنا تو سلوت، يعني زاد في توسعة الان معانا في الشنطة. نشوف. تمام اوكي، هذا المكسب الكبير بصراحة، هذا مكسب حلو جميل. زودنا شوي من السعة اللي يحملها اللاعب حقنا. ان شاء الله بعد نحصل واحدة ثانية. تخبرون واحد مفادي بحياته علشان ايش؟ علشان عيون الجماعة هذولا؟ لا والله مو بعشان عيونهم. يا رب شنطة. هذا غطاء، غطاء او ملابس. قد يكون انا خلاص بالنسبة لي اعتبر الانفنتري فل الان. ارجع للسيارة. في شيء هنا، شنطة. يا ولد يا خطير، وهذه شنطة، شنطتين في المعسكر هذا، والله شيء جميل. هذا شيء بعد، لا يكون شنطة، ما في شنطة. والله اليوم مكاسب حلوة، جميلة جدا جميلة المكاسب اليوم. خلني ألف ودور المنطقة هذه مليانة شنط. هذا إيش، هذا إيش؟ أنتيبيوتيك. أوكي يا اخي، في صناديق حلوه، وهذا فلتر. جيب قناين. جيب جيب جيب. حلو حلو حلو، شغل حلو. طيب ايش باقي؟ باقي لنا في ادويه هنا، رق، ما نبي الرق. في طعام، خلني اشوف الانفنتوري. الانفنتوري فتحت معاي زياده، نسيت اقول، اقول للحين ما امتلت، غريبه. اثري هي فاتحه زياده معاي، اربع خانات زياده. والله ايش رايكم، هل خلاص يعني، هل الانفنتوري خلصنا عليها؟ مشتي ما راح اقدر اخذه يا اخي، توك تعطيني اياه. لا ما اقدر اخذ. ايش رايكم ارجع انزل بالسياره؟ مساكين، طبخهم ما زال يعني. يلا 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 يلا، اليوم ورانا شغل كثير وعندنا مكاسب كثيرة إن شاء الله. الشيء الوحيد اللي ما حصلته في المنطقة دي اللي هو أي أسلحة، ما حصلت للأسف، يعني ما حصلت لي رشاش، ما حصلت لي، من المفترض أحصل. يلا مشينا قبل ما يرسبنون ويرجعون لنا مرة ثانية. هذه أشياء كنت مارها قبل شوي وخليتها، تركتهم، قلت بعدين أشيلهم.
لأن ورانا أشغال ثانية ودنا نعملها. يا أخي الأوراق هذه أنا ماني عارف إيش الأوراق خاصة بإيش، بشيلها يا ما باخذها معاي وبشوف إيش مشكلتها. تقريبا خلاص ما أعتقد في شيء. إيش كاتبين؟ ويك تو ويك ذا. الظاهر شكله الحسبة حقتهم حق ورديّاتهم أو كذا، يمكن شيء، كل حاجة جايز. المهم كشفنا مخططاتهم وكشفنا طريقتهم، علشان هذا الشيء راح يساعدني بأني أدخل منطقة ثانية من مناطقهم. أوه ماي جاد، هذا اللي أدور عليه. دقيقة 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 دقيقة، صندوق حق الرشاش الكبير البلية. طبعا الرشاش هذا ما راح الآن يكون معي، راح بعدين أتوقع. خلاص يعني أنا الآن على وشك أني أمشي. خلني أخذ الصندوق هذا، والظاهر في علبة أو في كومبوننت بوكس. في مشتي بعد، جيبه. وين هذا الصندوق؟ والله للأسف هذه في أشياء لازم أنا أفتحها، لكن ما أدري أشياء ما تفتح معاي للأسف. تقريبا خلاص ما عاد في باقي شيء، لوت المكان تلويت بالكامل، ما أشوف في حاجة يعني نسيتها، كل حاجة أخذتها. طيب يبغالنا الآن شغل ثاني، يعني الآن لوت وموجود وباقي شغلة ودي أسويها. تقريبا خلاص أتوقع لازم أرجع منطقتي هناك، لازم أرجع لها. اوكي ارجع لمنطقتنا، راح اروح لمنطقتي وعندي شغل اكيد، عندي حاجة والله ما ادري، ودي اقول لكم اياها واشتغلها ولا بعد، لان خلاص انا الان في صعوبة عندي اجلس في المكان هذا. هل هذا طريقي؟ اوكي هذا طريقي. في صعوبة اجلس في المكان هذا لسبب ان هذا المكان أحس إنه ضيق علي، ما عاد هو بيكفي، ما عاد يشيل معاي أغراض، ما عاد مشكلة. فاحتمال كبير أشتغل شغلة ثانية وهذه راح تاخذ مني وقت. عندي اللوت كثير، راح أشيل كل الكمبوننت، راح أرجع هذولا ما له داعي إني أخليهم. الشغلات اللي ما لها داعي راح اخليها، الشغلات اللي اقول انها احتمال ما تضيع راح اتصرف فيها بطريقة ثانية. راح اخلي هذا مستودع الان مؤقت، مستودع مؤقت انزل فيه الاشياء هذه. مضطر اسوي الطريقة هذه لان المخازن عندي امتلت مرة امتلت المخازن، ما عاد في عندي مجال، طفشت من كثر الموارد. فأفضل لي أنزلهم هنا، إن شاء الله ما راح يروحون، لأن الصناديق مليانة، والله مليانة الصناديق. عجزت يعني في الصناديق. الشنطة هذه بعد كذلك راح أحملها وأحطها في المستودع هذا، ما حد راح يجيها. من اللي بيجيها؟ في باقي مكان بعد ودي أروح له خربها مرة واحدة، لكن ودي والله أشوف، يعني ودي أتبع الطريق هذا الآن. هذا جنرال ستور. إيش هذا يا أخي؟ في جنبه أحد واقف، والله في أحد واقف جنبه. شوف هذا المكان اللي أول مرة أجيله. إيش هذا اللي واقف جنبه؟ دمية، هذه دمية.
ايوه اذا جيت تقتحم ادخل من الابواب الخلفيه ولا عليك. ماي جاد، طعام سكراب، لا تدخل من الابواب الاماميه. ليش؟ لان عاده اللي انت بتقتحم عليه المكان يكون هو مجهز حاله. هذه ايش؟ ليذر. ماي جاد، جلد جاف وجاهز للاستخدام. متجر عام، ما في شيء. هذه خزينة ما تفتح معانا. ماي جاد، دورة مياه. الجيركن، اوكي خلاص، فول يعني لازم ارجع. المحل هذا انا راجع له ان شاء الله باذن الله في وقت قريب. عجله، ايش باقي لي؟ ما باقي لي شيء. المكان هذا نتاكد من الجدران ان ما يوجد فيهم شيء نتركه، لان الجدران مهمه. شوف كيف دبل بيرل شوتجن، وهذه اللي انا ادور عليها. نعم، هذه الدبل بيرل شوتجن حبيبي. جيب تكفى، جيب. خلاص حصلنا الدبل شوتجن اللي والله ضربتها موجعة مهلكة. هذه مطرقة؟ لا، اليوم انا راح اجازي وكافي خاوينا. هذا ايش؟ اوهو، هاي كواليتي ارو، سهم. هنا ما في شيء. خلاص نتفت المكان، باقي انتو اجيكم بعدين، انزل الصناديق واجيكم مرة ثانية ان شاء الله اخذكم مع الصناديق. الانفنتري عندي فل، عادة فل، يعني تعبت من موضوع الفل، وللأسف الصناديق اللي احنا نصنعها هذه صناديق صغيرة ما تسوي شيء. اوكي، ومع طريق عودتنا للمنزل اشوفكم ان شاء الله باذن الله في حلقة قادمة وجديدة من لعبة الميس سيرفايفل باذن الله. لا تنسونا من دعمكم الدائم، اشتراك ولايك، وفعلوا زر التنبيه عشان توصلكم اشعارات بالحلقات الجديدة لهذه اللعبة. واقول لكم الان في امان الله، واشوفكم على خير.